رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا زي ما قلنا نماذج نسائيه ناجحه في المجتمع، علشان بنحاول ان احنا نوري نموذج مش بس للكبار، لا لبناتنا الصغيرين كمان، ازاي ان انت ممكن تمشي في كارير شغل تبقى تعتمدي على نفسك، ازاي تحققي ذاتك. وعشان نتكلم في الموضوع ده معانا النهارده نموذج ناجح جدا، دكتوره رانيا الشرقاوي مدير مركز جرين سبون نادي الصحي بهيلتون بلازا، ومدير النادي الصحي بهيلتون كينج رانش. دكتوره رانيا اهلا وسهلا، نورتينا. اهلا بك يا دكتوره، ازيك؟ شرفتينا. شرف ليا، فانا برحب بيكم وبرحب بالساده المشاهدين، وشرف ليا ان انا كنت متواجده معاكم مع الاستاذه تيري والاستاذ محمد. طبعا انت النهارده جوهره لكل ست وكل بنت هتبقى قاعده شايفانا دلوقتي في الشاشه، وهتبقى مستنيه المعلومات القيمه اللي هي هتاخدها مني دلوقتي. شرف ليا انا وجودي معاكم. دكتوره رانيا ازيك؟ ازيك. بصي دلوقتي لما بنيجي كلنا في حياتنا بنبقى محتاجين ان احنا نحقق ذاتنا، فبتبتدي الاحلام تكبر 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 معانا. ازاي نطبق ده على ارض الواقع من خلال نموذج زي اللي حضرتك قدمتيه؟ هنعرف كلامنا بعد الفاصل على طول. رجعنا لكم من تاني ومعانا دكتوره رانيا الشرقاوي مدير مركز جرين سبا بفنادق هيلتون بلازا. دكتوره رانيا، كنا بنتكلم بقى والناس كلها قاعده متشوقين والاتصالات شغاله وكله عمال يتكلم، عايزين يعملوا مداخلات عايزين يعملوا مداخلات، ازاي كيف تحصل على نموذج ناجح نسائي؟ ازاي ان انت الست او البنت تبتدي ان هي في مسارها تقدر تنجح وتحقق حاجه، خصوصا الاهتمام بيكون بحاجات كتير، زي طبعا غير الرجال مثلا، لا احنا عرضنا النماذج الرجاليه كان ايه يعني، بيقول لك انا مهتم بالجانب العملي اكتر، مهتم انا بلبس قميصي وبنطلوني او بضرب التيشيرت على البنطلون الجينز وبنزل على طول، تمام. لكن مثلا النماذج النسائيه بتقول لك انا بهتم بشعري، اهتمام بالبشره، بلون العين، بالنيلز، بالهيلز، بالحاجات اللي كلها. فكلمينا كده، ايه الوصفه السحريه؟ هو في الاساس الثقه بالنفس والنجاح والاصرار. ازاي انا ابتدي او ازاي اخد الطريق؟ اولا انا خريجه علوم طبيه جامعه فاروس، الجامعه دي في اسكندريه، تمام. فتخصصت في قسم تحاليل مختبرات طبيه، وما كنتش عارفه ان انا احب مجال التغذيه، يعني صغيره في السن ما فيش حد قال لي الطريق ازاي، يعني بمعنى صح ان انا جربت ان انا ادخل كليه خاصه بميديكال لابوراتوري، خاصه بالتحاليل، خاصه بمجال الطب وكده. فوانا بدرس حسيت ان انا مياله لموضوع النيوتريشن والتغذيه والموضوع ده كله، تمام. رحت طبعا ابتديت اتكلم مع عيلتي ان انا عايزه اكمل دراسه ومش عارفه، طموحات واحلام واماني كلها بالنسبه لسني يعني. فبابايا ومامتي ما عندهمش مشكله زي اي اهل، سبورت جدا في الموضوع، بس اللي هم شايفين ان انا صغيره يعني، انت هتعرفي تذاكري هنا وهنا ازاي؟ لا احنا شايفين لسه بدري، استني شويه. فانا كان عندي اصرار ان انا هبتدي اذاكر هنا واذاكر هنا، وابتدي ان انا يعني افوكس على نفسي، وان انا يعني ابدا مشروعي فعلا في نفسي. انت يعني بتنفست في نفسك، انت بتبتدي ان انت بتستثمر في نفسك، تمام. وابتديت فعلا اخد الطريق ده، ومش كده بس كمان، انت في نفس الوقت انت واجهه لنفسك. انا بعتبر الشكل الخارجي او جسمك او بشرتك ايا كان، دي زي الاوضه بتاعتك. في ناس بتبتدي تنام في الاوضه وهي مرتبه، وفي ناس بتنام في الاوضه وهي مش مرتبه، فجسمك بيبقى هو غرفتك اللي انت بتسكنها. أكيد. يعني ازاي؟ طبعا مش هحب، والله التعبير ده حلو جدا بالظبط، صدقي يعني فعلا. انا طبعا مش هحب احبك يا دكتوره رانيا مثلا ان انا اظهر للمجتمع شكلي مش متظبط، شعري مش تمام، لابسه لبس مش لا يليق بالمجتمع المصري ولا يليق بمهنتي كبدايه. وابتديت اشتغل على نفسي وعلى النقطه دي لغايه ما فعلا وصلت في التغذيه ان انا بقيت اشتغل في كلينكس كتير في اسكندريه، ونزلت القاهره اشتغلت فتره، تمام. وبعد كده قررت افتح الاون بزنس مع زميلتي، ووقتها جالي عرض من شركه بريميديان، شركه العلاج الطبيعي، المركز الالماني السياحي فندق هيلتون كينج رانش. فطبعا دي فرصه العمر يعني، انا بالنسبه لي ان انا في اسكندرانيه مش فرصه العمر، اللي هو طبعا مع احترامي الكبير لشركه بريميديان، اللي هو انا اسكندرانيه نفسي في بوزيشن في اسكندريه، وكان جاي لي برضه يو اف سي برضه. هو فعلا جزئيه تحقيق الذات في المحيط اللي انت فيه
بتبقى مهتم بيها اكتر بالزبط. خصوصا ان انت بتبقى خلاص متعود على الجو اللي انت فيه واخد على الاجواء بتاعته، فمش بتحب تتغرب، فبتقدر ان انت فعلا بتدور على فرصه مناسبه. فالفرص واضح ان هي ما بتبقاش حظ، لا ده كمان لازم ليها سعي كتير. بالظبط كتير. بنقول التغذيه العلاجيه ازاي بتعالجي، يعني ايه ارتباط التغذيه العلاجيه بتعالجي بالدواء، كبسولات، اعشاب، عرفينا بقى ايه. هو انا لغايه الكلينك بتاعتي كنت بمشي على نفس الروتين مع احترامي لكل الدكاتره الطب البشري والتغذيه العلاجيه وكليه الزراعه والصيدله اللي باخدين سكه النيوتريشن التغذيه العلاجيه، كنت بمشي بالبلان بتاعت الدواء وبتاعت الاعشاب والقصص. وفي مثلا ساعات بتوديهم لدكاتره جلديه وبتقول لهم انا بنصح عليكم ميزوثيرابي او اي حقن ايا كان، بتشترك مع دكتور جلديه وتقول له انا الحاله اللي عندي فيها 1 2 3، فالدكتور الجلديه بيساعدك ان انت تبتدي تحقن، ان هو يحقن لك الحاله لغايه ما وصلت لقصه النجاح اللي هي بريميديان. بريميديان هناك هو منتجع علاجي خاص بالعلاج الطبيعي، وما كانش عندهم تغذيه علاجيه، هو علاج طبيعي وسبا وميديكال بيوتي، تنظيف بشره، سكين كير، حاجات كده، وحاجات كلها كويسه جدا ومحتاجه. فابتدوا يقولوا لي انت هتيجي عندنا وهتمسك القسم، وده احنا لسه بنبتدي فيه، بنلونش يعني، بنبتدي نجرب بنتست. والمكان في اسكندريه في الكينج، بعيد قوي عن السكان بتوع اسكندريه، يعني انت بتتارجت كده الناس اللي طالعه الساحل والناس اللي بتيجي اجازات او الناس اللي قاعده مقيمه في الفندق. وبلس على كده ان البروميديان المنتجع هناك حلو قوي، ان هو في فندق، يعني انا لو رايح اتعالج فيزيوثيرابي كعلاج طبيعي وعندي مشاكل بقى كتير، انا كمان هقدر ان انا اقيم في الفندق وباخد باكج خصم معين، يعني مش بتكلفني كوست. فدي السياحه العلاجيه. فابتديت اشتغل هنا معاهم. طب انا هدخل وسط ناس المان وسط ناس اساسا دارسين بره، هينفع شغل ان انا اكتب بريسكريبشن مثلا وشتة ودواء والحاجات دي؟ طبعا انت الاعشاب والحاجات اللي هي الناتشرال او الحاجات الطبيه مش هتجيب ريزلت افكتيف قوي بالنسبه للحالات اللي هناك. فابتديت اذاكر واشتغل على نفسي اكتر، وابتديت ان انا ابص من حته ثانيه، ازاي استغل كل حاجه في المكان، من علاج طبيعي، من سبا، سواء مساج او ساونا او جاكوزي، سواء جيم، سواء المدربين، سواء سواء سواء, سواء, سواء ايا كان الفاسيلتي اللي موجوده في المكان، ان انا ازاي استغلها ان هي تخدم التغذيه العلاجيه، وازاي ننزل في الوزن. وفعلا قصص نجاحي مع كذا حد في المكان. يعني استاذه نهى، بقول اسمها طبعا، شرف ليا الشكر والتحية. كانت جايه لي من التجمع مخصوص وتابعت معايا بروجرام وقت كبير قوي، اكتر من شهر، ونزلت فعلا. استاذ طارق كراويه طبعا غني عن التعريف، رجل اعمال برضو معروف، وهكذا 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 وهكذا. بما ان بقى دكتوره رانيا انت عارفه وباء كورونا اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، واقعد في البيت وما تحركش منه، والست بقى ما فيش قدامها الا المطبخ واخر حاجه الاوضه بتاعتها. ايوه بالظبط، تمام. فطبعا مش هقول لك ان الاحجام زادت، ما فيش حاجه اسمها تنزل جيم دلوقتي والكلام ده. ايه النصيحه اللي ممكن تديها لها عشان تستفاد بيها دلوقتي وتقدر تعملها بسهوله في البيت؟ الموضوع ده بينطبق عليا كتير قوي في شغلي. انا بحكم الشغل كنت طبعا بشتغل من الكينج لجرين بلازا، وهنا مديره القسم وهناك مديره المكان، فاسترست كتير قوي. بس هنا في حركه، بس الحركه دي مش توظف ان هي رياضه، فانت كده مش هتفقد الوزن. يعني جسمي خلاص عمل ادابتيشن، خلاص هيئ نفسه وعمل ادابت ان هو خلاص يبقى كده، ان هو سعرات الانتاك الاوتك. طب انا بيفتكروا ان الحركه دي اللي فعلا خلاص، لا غلط خالص. فابتدي ازاي انا يعني اوظف نفسي، او ازاي اشوف انا اعمل ايه اخس فيه. مثال مثلا، انا مثلا قاعده في البيت كست، او طبعا الكورونا قعدتنا في البيت ستات ورجاله بالظبط، ويا ريت نستمر القعده في البيت لغايه دي للرجاله برضو، يعني مش نقول للست بس، للرجاله، ما الرجاله قاعده في البيت برضو بالظبط. وناخد الكلام ده على محمل الجد ونستخدمه، ان هو فعلا يا ريت نقعد في البيت لغايه ما الوباء ينتهي. بس تعالى نبص بقى في حته التغذيه وحته موضوع مرض السمنه ومرض اللي هو الوزن الزياده، ازاي نتعامل معاه دلوقتي. انا كنت متعود ان انا باكل 3 وجبات في اليوم، تمام، وما بينهم كام وجبه خفيفه جدا، او ما باكلش الوجبات الخفيفه، وفي نفس الوقت زايد في الوزن. وكنت مثلا بنام كتير، وبصحى مثلا على المغرب، بصحى على الظهر، ابتدي ابص لنفسي، لا انا هصحى بدري. انا هقول ان جنرال كل جسم بيختلف، كل راجل بيختلف عن ست، وكل جسم بيختلف عن التاني اكيد، وكل وزن بيختلف عن كل، يعني كل واحد ليه
بروجرام معين ليه كالرز معينه ليه كل حاجه بس انا هقول يعني ان جنرال الفكره ما اصبحتش اسال مجرب ولا تسال لا طبيب لا مفيش الكلام ده ولا انا افتح ولا بما اننا شعب ما شاء الله بقينا عندنا نوليدج عاليه وفعلا ده بجد يعني ان انا افتح الفيسبوك او افتح جوجل او افتح ايا كان ابلكيشن على النت واجيب بروجرام وامشي عليه ده غلط اصلا بالظبط فانا هبتدي احاول حاجات ان جنرال مشتركه لو انا بصحى الساعه 12 فانا احاول اصحى بدري ساعتين اصحى 11 او 10 مثلا تمام لو انا بصحى الساعه 8 المغرب او 7 المغرب او 6 المغرب احاول اصحى الساعه 12 او الساعه 10 هنا بنوحد ان صحيان بدري الصحيان بدري والنوم بدري ده بيساعد معاك ان انت بتحرق اكتر طيب بلس على كده ايه كمان لو انا باكل في البيت حاجات مقليه كتير لو انا باكل في البيت رز بالسمنه هو ده دي الحاجات بقى اللي احنا بنروح من الشغل بيقول لك ايه دايما يعني كان في معتقد خاطئ بيقول لك اكله ترم البدن اللي هي لازم يروح يلاقي المسقعه بقى بالزبط. وعليها من فوق بقى اللي مش عارف ايه وحله طشه الملوخيه وحله الباميه الاكل ده حلو على فكره ولازم إيه بقى ايه حته اللي هي حلو كده بقى بنتكلم على الاكل ده انا بقول ده الفكره اللي بتبقى منتشره ان انا دي الاكله اللي بترم البدن بالظبط تمام بس انا كدكتور رانيا بحب الاكل ده وباكله بتصوره بس باكله بطريقه ايه بقى بالظبط الطريقه ما انا كنت لسه بقول ان احنا بنصحى بدري وبننام بدري وفي اليوم لو انا مش نازل او انا مش نازله ركن صغنون كده في البيت احط فيه تريدميل احط فيه اي حاجه بعمل فيها فيزيكال اكتيفيتي كده مع نفسي على ان انا ان انا احرق تمارين بقى بطن تمارين ظهر في ناس طالعين برضو في فكره جديده كده بيقولوا لك طب اوكي احنا ممكن نعمل دايت بس بطريقه تانية خالص ناكل كل حاجه طول النهار ونيجي لغايه الساعه 7 8 ما ناكلش حاجه خالص هو ده اللي هو الصيام المتقطع لا 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 بس هي بتتكلم على جزئيه التكثيف تكثيف الاكل مره واحده لا مش تكثيف لا يعني ما احرمش نفسي يعني في ناس بتتكلم عن الصيام المتقطع تقريبا هو قصدي حاجه اكيد عن الصيام المتقطع الصيام المتقطع كويس بس احنا عايزين حركه معاه حركه هي اهم حاجه هي العوامل المشتركه الصحيان بدري والنوم بدري تاني حاجه الحركه ولو حركه بسيطه جدا انا سي مثلا كنت بنام مثلا كتير قوي مش بتحرك في البيت لا انا اقوم هتحرك كتير في البيت اعمل تمارين اشرب ميه كتير ما اشربش ميه مع الاكل عشان في ناس بتحط لي ميه مع الاكل وتبتدي تاكل وتشرب والاقي بطنها قدام كده مترين فتقول لي دكتوره انت قلتي لي اشربي ميه مع الاكل لا الميه مع الاكل مش صح لان في طبيعه عندنا طبيعه جدا عندنا حاجه اسمها الكيموس دي اساسا ميه في المعده بتستقبل الاكل عشان تهضمه فما انت بقى حضرتك بتشربي او حضرتك بتشرب بتزود لي اساس بتخرب الدنيا يعني بتحسس ان بتبوظ الطبيعه فما ينفعش اساسا ان انا اشرب ميه مع الاكل بلس على كده كمان الاكتيفيتي غير الاكتيفيتي الحاله النفسيه او الحاله المزاجيه انا جولي ناس كتير قوي طبعا الكورونا يعني قعدتنا في البيت شهرين ثلاثه وبعد ما قالوا نفتح الاماكن بصوره تدريجيه فقلت اقابل الكلاينت بسيط جدا واحد ورا الثاني كل يوم واحد مثلا اشوفهم عشان طبعا حالتهم النفسيه متدهوره فكانوا جايين وبيقولوا لي دكتوره كان من ضمنهم استاذ مينا طبعا بسلم عليه من على الهواء استاذ مينا هو شخصيه مهمه جدا بالنسبه لي وصفقه يعني صفقه العمر لو ان شاء الله كمل معايا في البروجرام هو من فريق تامر حسني وبيعزف معايا فان شاء الله باذن الله يعني يكمل بنرحب بيه كلنا جالي وانا تخين يا دكتوره انا تخين انا رجعت تخين طب قلت له بص انا توتال ان بادي انت 3 شهور قاعد في البيت عارفه انا اللي عاجبني ايه بدون مقاطعه يعني ان انت بتتعاملي مع الكلاينتس او مع الحالات عموما ان هم فريق عمل وان انتوا في نفس وعيله واحده تيم واحد بالظبط وده عاجبني جدا ده دي حاجه جديده خلي بالك لما تشوف ان في حد بيقتحم معاك حياتك بشكل ايجابي بالزبط. بيحفزك بيذكرك في كل مكان بيبقى موجود فيه والمدام بتاعته صديقتي جدا انا هطبخ الاكل بكذا طب ايه رايك اعمله بكذا مثلا حد مثلا عايش مع اهله في البيت اهله هم اللي بيعملوا الاكل مامته ووالدته بتكلمني مثلا شاب لسه متجوز او ايا كان هي برده بتجيلي جوزها بيجي معاها اقول له شجعها وانزلوا العبوا مع بعض انتوا الاثنين رياضه فانا فعلا بتعامل مع الكلاينت مش از كلاينت ولا از بيشنت انا بتعامل معاه ان هو اخويا حد من العيله بتاعتي جدا. وبخاف عليه وبنصحه دايما بالافضل نصائح وكيل الخفيفه اللطيفه وهتوعدينا ان شاء الله من الناس ان انت هتبقي معانا
بصفه مستمره. شرف ليا ان انا ابقى معاكم. اه طبعا مفاجاه حلوه قوي على الهوا. بنبلغ مشاهدينا ان دكتوره رانيا هتكون معانا في كل حلقه، وعايزين اسئلتكم. رقم التواصل مع دكتوره رانيا نزل على الشاشه، وارقام تليفوناتنا معاكم، وان شاء الله. طب سؤال اخير للدكتوره رانيا، عشان في بنات موصيني ان انا عايزه اشوق الناس بصراحه. لا لا لا، ما هو سؤال وهنشوقه تاني. طيب بنات في سن 16 و17 سنه بدا وزنهم يزيد. طبعا احنا عارفين ان السن ده بيبقى بيكتمل الجسم، وطبعا لازم يكون ليهم طريقه اكل معينه. تمام. مقابل ان هم جسمهم زاد والوزن زاد، ايه اللي ممكن يعملوه صحيا؟ هو في الفتره دي بتبقى سيكولوجيا هي بتتغير، بتبقى نفسيا الهرمونات عندها متلخبطه ومتعصبه، ومره تلاقيها عايشه في مود الحب جدا، ومره تلاقيها عايشه في مود ان هي تسمع مزيكا، ومره عايزه كلهم برحب بيهم كلهم، وبحب قوي السن ده. سواء الولاد او البنات بحبهم قوي، بحسهم يعني انا مش كبيره في السن بس بحسهم اولادي، اللي هو انا مريت بالفتره دي فحاسه عارفه التقلب المودي. فاحنا نحاول نعمل ايه؟ نحاول يعني في الفتره دي ناكل خضار اكتر، وناكل فاكهه كتير، نبعد عن الرز الكتير، ونبعد عن اللحمه اللي مش عارفه ايه. واسمع ماما بتقول خد رز مع مش عارفه صينيه ايه، طب كل محشي يا بنتي بشرتك انت مالك خاسه ليه. لا نحاول نمشي. اخر نصيحه اسمعها ونطلع ايه بقى رحلتنا كده النهارده انتهت. عشان تيجي تاني. ان شاء الله اجيلكم تاني، وشرف لي ان انا اكون معاكم برنامج جميل قوي. واستاذه بيري واستاذ محمد الشاذلي غنيين عن تعريف، وبجد مبسوطه قوي مشاهدينا طبعا، يعني شرف لنا ان انا اتابع معاكم واتابع مع مشاهدين، وان شاء الله كل جديد معاكم باذن الله. ان شاء الله. رحلتنا النهارده انتهت، على انتظار ان احنا نشوفكم وتشوفونا الاسبوع الجاي. من هنا للاسبوع الجاي في 7 ايام، عايزين تواصل يومي معانا. اي حاجه تحتاجوها، اي مقترحات عندكم، اي استفسارات تخص سواء التغذيه العلاجيه او تخص الجزء اللي يخص المراه او الجزء اللي يخص الاسره، احنا معاكم. والسلام عليكم.